الثاني. تمام. لما فريق يلعب يبقى المباراه بتاعته يوم السبت. المباراه يوم الخميس في الدوري. انا هعرف، انا بحط الجدول، الفريق دوت هيرجع هيلاقي تذاكر طيران، هيتاخر في الحجز او ما يتاخرش في الحجز. بس هو كمان للامانه يا باشمهندس، واحد اثنين الاسماعيلي ما كانش يعرف هو هيلاعب مين في دور ال 32 او رينيو ديت بعيده قد ايه؟ يعني دي استجدت وفقا لنتائج المباريات. ما معروفه اللي هيغلب مين هيلاعب مين. انا واخد بالي. وانا حاطه في الجدول بتاع الدوري العام. يعني اول مره نحط مين هيقابل مين، ولو كسب هيلاعب مين. وبره ولا جوه. اذا واضحه في الجدول بتاع الدوري العام. اذا تعديل ميعاد مباراه الخميس للاسماعيلي صعب. هي صعب ليه؟ لان هو قال الاسماعيلي بيتكلم على يوم. الكلام اللي بيتكلم في الجرايد بيتكلم في يوم. اليوم دوت لو لعب الجمعه بعد كده هو عنده مباراه يوم الاثنين. تمام. يبقى انا حظري من المحله اللي معاه كمان ان انا هضغطه، بدل ما يلعب الخميس المحله هيلعب الجمعه. فبالتالي هيلعب اللي بعده الاثنين، يبقى المحله كمان اتضغطت مش الاسماعيلي لوحده. يعني الموضوع ياثر على الفريقين مش على فريق واحد. فطبعا هيجي لي المحله بعد كده يقول انا ايه ذنبي؟ ان انت بتضغطني عشان العب جمعه واثنين. فبالتالي يعني احنا عارفين ان الدوري السنه دي في 55 يوم راحه من الامم الافريقيه. صحيح. ده كم كبير جدا. طيب. اربع انديه بيلعبوا في البطوله الافريقيه. اذا لا تاجيل لمباراه الخميس بين الاسماعيلي مع المحله. لا صعب، صعب جدا يعني. صعب ولا ما زال الامر مطروح؟ لا صعب، صعب جدا. صعب. الحقيقه ان الاسماعيلي الحقيقه يعني عرض الموضوع ده، قدم طلب من 10 ايام. وكان الاستاذ جوده اللي هو مندوب في اللجنه عندنا، كان مترشح من كل النادي الاسماعيلي. وشاف الجدول قدامه، والحقيقه ما طلبوش تاني يعني رسمي من بعدها ما طلبوش. الكلام ده بس طلع في الجرايد امبارح واول. انما ما فيش حاجه طبعا ما جددوش الطلب، لانهم شافوا ان الجدول صعب. الموقف صعب جدا. طيب اذا كان ده الموقف صعب، ماذا عن المباريات المؤجله بتاعت يوم 20 ابريل؟ يعني الاربع فرق المصريه اللي في بطولات افريقيا كل واحده فيهم عنده مباراه مؤجله يوم 20 وهيسافروا. يعني الاربعه هيلعبوا يوم 20. لا الاربعه هيلعبوا في الدوري يوم 20. اي المؤجل بتاعهم. بالظبط. فالمطلب لانه البعض اختزل الموضوع في الاهلي. خد بال حضرتك؟ الاهلي هيسافر ليبيا. الاتحاد الليبي حدد 23. لكن الاسماعيلي كمان عنده مباراه مع طلائع الجيش. وحرس الحدود عنده مباراه مع انبي. تمام. والبتروجيت عنده مباراه مع اتحاد الشرطه. فاحنا بنتكلم في الاربع مؤجلات للاربع فرق المشاركين في افريقيا. هل هناك اتجاه لاعاده النظر في هذا التوقيت؟ طبعا صعب جدا برضه. صعب جدا. الموضوع صعب. بس هل وبعدين يا ابراهيم انا عايز اتكلم نقطه مهمه. اتفضل. لان الكلام دوت اتعرض امبارح في قناه الاهلي. تمام. ان بيقارنوا بين الاتحاد، ان الاتحاد الافريقي كل الاجنده بتاعته واضحه. وايه الفرق بيننا وبين الاتحاد الاوروبي؟ الفرق بتاعت اوروبا بتلعب. لما نيجي نقول ان برشلونه هتلعب سبت وثلاث وسبت، بيطلع راي يقول ما نقارنش نفسنا باوروبا. لما نيجي احنا نعمل نقارن نفس الموقف، احنا حاجه وهم حاجه. الاتحاد الافريقي لما بيبعت الاجنده بيقول احد ايام جمعه سبت حد، النادي بيحدد قبلها 10 ايام. وانت بتحط واحنا بنحط الجدول، وانت بتحط في اعتبارك انه ممكن الطرف الثاني يختار اليوم الاول من الثلاث ايام. ما احنا بنحط عشان كده. لما جينا في الموقف السنه دي حضرتك، يعني الاهلي مثلا اللي تحدد يوم الجمعه على الطبيعه دلوقتي، يا اما كان هيتضغط قبلها في الدوري هنا، يا اما هيتضغط في افريقيا. ما هو لازم هيتضغط. طب دلوقتي الاتحاد الليبي اختار 23، الاهلي هيلعب 20. هيسافر الى ليبيا اليوم التالي، لانه كمان هيلعب ماتش المنصوره الساعه 8 مساء يوم 20. فبالتالي السفر تاني يوم 21، قدامه 24 ساعه بس عشان يلعب يوم 23. هو ممكن يسافر يوم المباراه في طياره الساعه 12 بالليل ليبيا. طبعا هو الاهلي بيتصرف في الحاجات ديت، والحقيقه الاهلي عنده الجدول من الاول. الموضوع دوت ما هو جدول من الاول. الجدول من الاول ده احنا متفقين عليها يا باشمهندس، لكن هناك متغيرات. انه الانديه سواء الاسماعيلي او الاهلي او بتروجيت، يعني حتى بتروجيت دلوقتي عنده الصفاقس التونسي، فمحتاج بالتاكيد مساحه وقت كافيه للاستعداد لمباراه صعبه. وقت ما استلموا الجداول ما كانش معروف هم هيلعبوا مين ولا طبيعه المنافسات. خلينا نبقى عمليين شويه. لكن انا معاك من حيث التوجه والمبدا،
انه المساله محتاجه استقرار ومحتاجه احترام الجدول، لكن في مستجدات ما حدش بيبقى عارفها، ما حدش بيبقى عارف هيلعب مع مين في انهي دور، ولا الفريق اللي هينافسه اختار ميعاد ايه. تمام. فمش لمصلحه يعني، اعتقد منتهى تكافؤ الفرص بين الجميع انه الاربع مباريات مؤجله. انت حضرتك لما اتكلمت على الاسماعيلي والمحله قلت لو اجلت المحله هيعترض، بس انت دلوقتي بتتعامل مع اربع فرق، الاربع فرق اللي هيلعبوا المباريات المؤجله يوم 20 هم الاربع فرق اللي عندهم ارتباطات افريقيه، مش ممكن التعامل معاهم بنوع من الرأفة في هذه الفرصه؟ لا احنا طبعا نتمنى. انا كنت مدير كوره في يوم من الايام في نادي الاتحاد وعارف الظروف دي كلها، انما انا لما بحط الجدول في الدور الثاني انا عندي مساحه معينه من الزمن، المساحه ديت ان انا انهي يوم 10 الدوري وكاس، فانا بحط المباريات بناء على المساحه ديت، يعني مش بحط مريح الفرقه وبعدين اشوف المساحه ايه. طيب زي مزنوق في الدور الثاني اول ما مسكت اللجنه، مزنوق في مساحه معينه بعد الامم الافريقيه. تمام. لازم انهي يوم 10/6 10/6 عشان كده انا افرع، عشان كده لما اجي انقل الاسبوع دوت الاربع مباريات دولت دولت بمقام اسبوع. طب احنا دلوقتي هنخلص دوري وكاس يوم 10/6 هجيب الاربع ايام دول منين؟ يعني مفيش كمان في ميعاد ثاني. مفيش استعداد لاعاده النظر في هذه المؤجلات الاربع؟ لا هي ليها حل واحد بس. ايوه. وحل ده مش بايدي انا كلجنه مسابقات، بايد عمل الاتحاد، اللي هو يتم الغاء الكاس، وده مش قراري انا. يتم الغاء الكاس ده الحل الوحيد، ان يبقى عندي مساحه اللي هي لغايه يوم 10 ديت. عيد فيها ترتيب الجدول من جديد. دي ما تناسب من راحه الفرق. انما عشان العب دوري وكاس انا يا دوبك قبل كاس العالم بيوم واحد يوم 10. طب اقرب توقف للدوري علشان المنتخب امتى يا باشمهندس؟ مفيش توقف خالص لغايه نهايه الدوري. حتى نهايه الدوري مفيش توقف للمنتخب؟ مفيش، لان في الدور الثاني هيلعبوا. يعني في الاسبوع 29 يوم 3 مايو. في 7 و8 و9 مباريات افريقيه للاربع فرق. وننهي الدوري يوم 14. تمام باشمهندس عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا ليك. شكرا باشمهندس. صعب شايف يعني المسألة؟ أنا شايف باشمهندس عامر حسين إنه كلامه فيه فعلا، هو عنده في اضطرارية وفي مضطر،